مؤخرا بقيت خايف جدا، خايف اني ما اكونش عايش حياتي، حياتي اللي هي مفروض اعيشها او هتكون احسن لو عشتها. فمش عايز يكون في فرص انا اعرفها وما جربهاش، الفرص دي من المحتمل ان هي تحقق سعادة اكتر، فعالية اكتر في الحياة. صفاء نفسي وروحاني اكتر، برود اكتيفيتي برضو اكتر، مش عارف، حاسس ان الواحد لازم يرتقي بروحه شويه. ده اكبر ريسك باخده في حياتي. حاليا بجرب اعيش لوحدي واعمل بيزنس جديد واسافر بعربيتي اللي الناس كلها اجمعت ان بلاش. برضو تجربة القوالب دي مهمة جدا، ان انت برضو تقعد تتخيل كده ان انت ممكن تكون محطوط في قالب مش بتاعك، انت مش مبسوط ومش عارف ان انت مش مبسوط او عارف ان انت مش مبسوط، بس خايف تاخد الريسك انك تغير. انا سعيد جدا، مبسوط جدا، حاسس ان انا بعمل حاجة كنت بتمناها، رحت بالعربية. موضوع ريسك خطير وقوي، بس قشطه يعني. فاضل 250 كيلو على ده، على شرم 230 اي ثينك، فبهدي الدنيا شويه، بريح العربيه وبعد كده اكمل. اوريدي انا شايف ان الريسك مش بس في التغيير، انك تعمل تغيير جامد في حياتك، شايف ان الريسك ممكن يكون هو عدم تغييرك اصلا. انا شايف ان الريسك ممكن يكون هو ثباتك وعدم قدرتك على التغيير او عدم رغبتك في التغيير. الطبيعة بتأثر في نفسيتي جدا، بتخليني هادي وعارف أفكر، وأحيانا مش عارف أفكر من كتر الهدوء اللي أنا فيه. بعرف إن أنا مش متحكم في كل حاجة، وده بيناقض طبيعتي جدا، أنا بحب أبقى متحكم في كل حاجة. الطبيعة بتجبرني إن أنا ما ينفعش أكون كده، فعشان كده ممكن أكون بحبها أكتر من حاجات كتير، وعارف ان هي ممكن ما تنفعش يعني. عارف ان هي ممكن ما تكونش قصة نجاح، ممكن تكون خطوة مش كويسة، ولكن علي ان انا اتحمل عواقب القرار لان انا واخد الريسك من بدايته. ليه طيب؟ تم بيه ليه؟ طب ايه؟
ستيل هفضل اقول مش عارف كتير، لان انا فعلا مش عارف. وانا ماشي في الطريق مش عارف ايه اللي هيحصل، وانا جاي هنا مش عارف ايه اللي هيحصل. حتى لو ما كملتش مش هزعل، وممكن اجرب تاني وتالت، اجرب في حاجات تانية جديدة خالص. بس فعلا انا مش عارف، وده طبيعي، وانا عارف ان هو طبيعي، وده شيء كويس ان انا عارف ان ده طبيعي. So we are done. اشوفكم في لقاء اخر.